صغير جدا الناس خاطر ابن موسى هذه لها ثابت او اقل وتطيل على ارتفاعات منخفضه بدون صوت حتى لما تفتحها بدون صوت وانثى كبار طبعا هي المسبب جدا حد هذا الطفل الانثى وليس الذكر هذا الانسان الانثى بتتغذى على الدم فاخذها بوجبتها الدمويه بتغرس هذا الطفل في جسم الانسان تغرسه ممكن في الجلد في الشعر الفاضي ممكن تغرسه مباشره في الدم طبعا اذا راح الدم يروح الاعشاء الداخليه ويؤدي الى تلفها وبالتالي الى الوفاه كثير من الدمويه المغضبه حالات الإشمال الخشوية بيموتوا من غير تشخيص لأنه أعراض المرض تتجلى أعراض كبيرة جدا من الأمراض التي تعدي فإذا ما كانش الدكتور حاطط في دار حد فيشة ديجنوستيك الإشمال كانت تكون وباء المريض بيموت من غير ما يكون عارف الجسم لأنهم بيسوون جميع الفحوصات بعد فحص تشخيص الإشمال فمن خلال هذه الوحدات اللي احنا بنعملها من خلال مجهود في وزاره الصحه بننشر الوعي بين الاطباء وبين المريض وبين المرضى او في المجتمع على حد سواء بحيث ان من خلال الاعراض اللي بيتعرف عليها المريض ده يعرف انه الاشمعيه قد تكون احتمال المرض اللي مصاب فيه فيروح يتحقق القانون المناسب الدكتور ايضا الطبيب لما يشوف المريض هو اوريتد انه الاشمعيه وباء مستمشي في هذه المنطقه او في هذه المحافظه بيحط من اول احتمالات انه المريض هذا ممكن يكون عنده اشمعيه. اذا الاشمعيه ثلاث الوان اشمعيه حشويه وهذه اخطر له تؤدي الى وفاه يتم تشخيصها وعلاجها مباشرا. اشمعيه جلديه بتصيب الجلد على شكل ورم وعده اورام في الجلد. الاشمعيه مقاطيه بتصيب الاخشيه المقاطيه هذه بتشوه يعني كثير جدا عشرات المرضى وليكم بعد كده بتويتر عندي حالات كثيره جدا الياباء محرومه والياباء جدا والدكتور شباب اذا بياكلها هذا الخليج الميكروب اذا لم يتعالج بشكل صحيح. في الان احنا الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بجهود طوعيه وذاتيه استطعنا توفير كميه كبيره والحمد لله من الادويه الجديده الصحيه للعلاج الاجتماعي الاصليه هذه عبارة عن بيانات، البيانات في مياه كلي وهي غير جدا صعبة للمريض اشتراها بعد الآن توفرت لنا في السوق بسبب 35,000 البيانة الواحدة، احنا نقدمها للمريض مجانا من خلال الوحدات تبعنا ومن خلال المندوبية في المناطق الموجودة. إذا من خلال هذه الوحدات، من خلال البرامج الشرعية الإعلامية، من خلال الحالات المجانية اللي نعملها، إن شاء الله بنستطيع إن احنا نرفع درجة الوعي في هذا المرض مسبباته كيف طرق الوقاية فوق وكيف طرق العلاج وحياكم الله شكرا جزيلا هذا اخر شيء وهذا اخر انت هذا يا شو كيف وهذا خبص راح ما يرجع قاعد على حسب هذا مهم جدا يا شو ماشي زين بس شوف كيف شواهد الان
شوف كم بيضرب شوف 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 شو
بعد ضغط ضغط رجعنا يوم 50 مدة كم يوم؟